السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف تطبيق جميل جدا تقدر تسطبه في النظارة بتاعت الفيرتشوال رياليتي اللي هي بتاعت ميتا كويست. الفكرة في التطبيق دوت ان هو مختلف عن كل اللي موجود، تمام، ومميز جدا. هاند فيزيكس لاب عبارة عن ايه؟ عبارة ان الاصل في الشغل ان انت تشتغل بالدراعات ديت، تمام. طيب لو الدراعات دي البطارية خلصت او انت مش عايز تشتغل بيها او مفيش مشكلة خالص، دي الاداة الوحيدة اللي في المتجر اللي تخليك تشتغل بالايد العاديه، تمام. وبتشتغل في كل في اغلب التطبيقات والالعاب بتلاقي ان انت بتشتغل بايديك، ودي حاجه يعني مميزه جدا. طيب خلينا نشوف الفيديو اللي هم عاملينه، تمام. تقدر تدخل في اي الالعاب وتبدا تتعرف على كل صوابع وتبدا ان انت تلعب مع الحاجات وتتفاعل معاها وتلمسها وترسم وكل حاجه. كل ده من غير الدراعات، مجرد بس لابس النظارة بتاعت ميتا ديت وتشتغل معاك بدون أي مشاكل خالص. طيب السعر بتاعها كام؟ السعر بتاعها $10، تمام. أتمنى إنها تعجبكم إن شاء الله.